اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله. هذا الوليدات اللي ان شاء الله غادي نحاول نباغيوهم هذا العام ونتعاون ان شاء الله. سبحان الله. انا راه صحابي عندهم اليوم 6 ايام، بصح على بالي لي راه عندهم 7 ايام. كان عندي الحساب فيه غلط نهار. اخوان تنتمنى لكم بعدا اول حاجه النجاح، وكنشكركم كاملين، كنشكر الاخوان اللي صراحه عاونونا ودعمونا وما بخلوش علينا، وصراحه كانوا دائما تيقولوا لنا زيدوا زيدوا زيدوا، يعني كان واحد التحفيز من الاخوان. شكرا للاخوان كاملين، مجموعه ديال الجي ام ام كاملين، الناس اللي عاونونا ودعمونا، وصراحه يعني فتحوا لنا البصيره ولينا كنعرفوا بزاف ديال الحوايج، يعني هذا فضل من الله. ومن بعد الله هاد الاخوان هادو اللي صراحه ما بخلوش علينا، وكانوا دائما هما السند ديالنا. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، عمرني ان شاء الله ما ننساكم هاد الخير اللي درتو معايا. وشكرا اخوان، الله يرحم الوالدين. وكما قال لي الاخ يوسف، قال لي حاول ما امكن تباغيهم. انا غادي ان شاء الله، انا كنت خايف الحقيقه، والله الا كنت خايف على انني نباغيهم وربما تنفرهم، ولكن دابا الحمد لله من علمني يوسف كيفاش نزقق وزعمني ماشي مشكل. بغات تجلس مرحبا بها، ما بغاتش تجلس والله تنوكلهم، ما كاينش مشكل. الحمد لله كلشي ديال الله، يعني الحمد لله. كنت كنخاف صراحه، كنخاف من الزقاق ومع الحانوت مع كذا، ولكن دابا الحمد لله حاولت نتغلب على البروغرام ديالي ونقاد كلشي، والله هو اللي كييسر الامور. شكرا للاخوان كاملين، وتبارك الله عليكم، الله ييسر لكم الامور، وان شاء الله غنبارطاجي معكم ان شاء الله كلشي غير يسير ان شاء الله العام باذن الله. وراه ما غاديش ندخل على الاخوان، تبارك الله على مجموعه الجي ام ام كامله والاخوان كاملين اللي عاونونا، وشكرا لهم، الله يرحم الوالدين. يلا اي بارك.